النهارده احنا هنكسر ثلاث مفاهيم اساسيه ومغلوطات، يعني عارفين كده اللي بيقولوا عليه وهم الزواج. هنكسر ثلاث حاجات منتشره، سواء نشرتها الميديا او الافلام او المسلسلات او البيئه او الاسره او الموروثات الاجتماعيه اللي الواحد بيطلع وينشا عليها، ونشوف المفهوم الصحيح لموضوع الزواج. يعني خليني في البدايه نقول عنوان محاضرتنا النهارده عن وهم الزواج والاحلام الورديه. احنا عندنا حاجتين، عندنا احلام ورديه بتبقى واحلام يقظه، دي في مرحله يعني بنقول بقى مثلا من الاندر ايدج وانت طالع 13 لحد 18، وبعد كده الى حد ما يعني الاحلام اللي خاصه بالزواج بتبقى الى حد ما لو في تثقيف ووعي معين بيبقوا يعني ايه، يعني الدنيا بتتظبط شويه. لكن للاسف في مفاهيم مغلوطه زي ما قلنا، ومحتاجه انها تتصلح مننا. وركزوا معايا، ويا ريت يسجلوا المحاضره، يا ترجعوا لها تاني على اليوتيوب، يا تكتبوا ورايا النقاط الناس اللي موجودين معايا على الزوم، عشان احتمال نسال صراحه، يعني احتمال نسال ونشوف الدنيا دي هتمشي ازاي. خلينا في البدايه نقول ان الافلام والمسلسلات اللي خلت الناس تاخدها في حته وركنه بعيده جدا عن الواقع عشان تقولهم شويه اوهام، وان الزواج ده حاجه يعني يا اما حب رومانسيات وبعدين داخل من باب الشقه ففي ورد مفروش على الارض، وبعدين بلالين محطوطه وكل شويه البوكس اللي متحط ايدك ومش عارفه تطلعي هديه، وبعدين مش عارفه ايه بره ففي عربيه بتنور اصل هو جاب لك مفاتيح عربيه، او الخروجات والفسح وبحب كل 8 مرات كل 3 ساعات واربع ساعات زي المضاد الحيوي كده. اللي بيحصل حاجتين، خلوني عشان اكون منصفه اقول لكم اللي بيحصل حاجتين، حاجتين خاصه، حاجات خاصه بالبنات وهقولها والصدمات اللي بتتعرض ليها، وحاجات خاصه بالولاد وبرده هقولها عشان ما نبقاش ظلمنا حد. مثلا البنات عارفه عن الزواج ومسؤولياته، ده لو في ام واعيه بحقيقي، لو في ام واعيه هتبص تلاقي الام معرفه بنتها ايه الموضوع وايه مسؤولياتك وازاي تبقي زوجه وتتصرفي ازاي في بيت الزوجيه، ده لو هي ام واعيه، ده لو ده موجود. او ان مفيش القصه دي والبنت فاهمه ان هو بس حب وسيشن وفستان فرح وهيقول لي بحبك وهنخرج وهنتفسح وخلاص. الشباب بيبقوا فاكرين انا بعد خلاص بقى ارتحت، يعني ده انا عامل جمعيه في جمعيه عبال ما كونت البيت وعملت العفش ومش عارف هرتاح بقى، وبعدين ايه ده انا هتعامل ايه شهريار في زماني يعني، وهتعاملني هنا بقى مش عارفه هتجيب لي ايه، يعني راسم برضو صوره كده مرمريه جميله، مش ده الواقع برضو. بند المسؤوليه من البنات ومن الشباب متشال، بند المسؤوليه ذات نفسه متشال مش موجود، وكل واحد يا اما مرمي على التاني او كل واحد بيتصرف حسب الموروثات اللي موجوده عند اهله، يعني شاف ابوه بيعمل فانا بعمل، شافت امها بتعمل فهي بتعمل، ده جزء. خليني اوضح لكم نقطه قوي، المسؤوليه مش بعبع. يقول لك لا ما المسؤوليه، يا جماعه والله العظيم المسؤوليه مش بعبع، وموضوع ان انا عندي تقول لك لا ده جواز وبيخوفونا منه، ودايما الخطاب وانا الوم صراحه الوم على كل موقع او مقاله او حد بيكتب في في, في في امر الارشاد الاسري او حد طالع بيتكلم حتى في موضوع منظومه الزواج، ويقول لك يا بنتي بص بقى الاول، اول مفهوم غلط هنكسره، يا انت يا بنتي سيبك من الاحلام والاوهام. اه تمام احنا نسيبنا من الاحلام والاوهام، بس ايه المشكله لما يبقى حنون رومانسي يعني؟ لا لا الجواز مش كده، لا رومانسيه ولا بتاع، فوقي في ده واقع وبتاع. اه بس هي مش كل الحياه ملح يعني، شويه ممكن نجيب شويه ملح على البيتزا ونحط شويه سكر سنترافيش، بس مش دي كل الحياه، وما طلبوش البنات بحاجه زي كده بتخضوا. تقول لك لا مش هتجوز، لا 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 مش عايزه، بترفضيني تقول لك ما اعرفش ما فيهوش عيب بس انا مش عايزه، كان المسؤوليه بعبع. والوالد يقول لك لا 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 انت شايفه القمص بتاع البنات وشايفه الواحده تقول لك ما فيش ما فيش، انت ايه انا يا منى ما فيش، طب ايه الوضع؟ لا 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 وانا واحد انا عايش كده بطولي عازب فعزوف الشباب والبنات عن الزواج بسبب مفهوم احنا عايزين نصلحه، فجينا اتكحلها عملناها بنقولها كده في مصر، جيتوا اتكحلوها عملتوها، جاب الفطيره وعملها وشويه سكر، قام جاي بدل ما يحط سكر حط تراب، باظت الفطيره. فانا علشان اصحح مفهوم بخوفش الشباب ولا المقبلين على الزواج، الزواج مش بعبع، المسؤوليه مش بعبع، تمام كده؟ يعني القلق والخوف والتعب ده لا لا لا، الكلام ده لما نقسم المهام ونعرف كل واحد دوره ومفهومه، وده اللي هنشرحه النهارده في محاضرتنا، ايه اللي ليا وايه اللي عليا عشان اريح واستريح. الاصل الاصل احنا بنتجوز بعض علشان نسعد بعض، صح الجمله دي؟ هسالكم عليها في اخر المحاضره. احنا بنتجوز بعض عشان نسعد بعض، ولا انا سعيد بذاتي وهي سعيده بذاتها، ولما نتجوزوا
احنا هنكون اكثر سعاده. اه ففي استقلاليه نفسيه، مش انت تبقي داخله حاطه بقى بس هيعوضني على هنا فارس الاحلام اللي جاي على حصان وجاي ماسك سيف، لا لا لا، وهو فاكر لا لا، انا سعيد بنفسي، عندي استقلاليه نفسيه، وده الصح على فكره، وهنقول الكلام ده وشكل العلاقات دلوقتي. وهي عندها نفس الكلام، واحنا الاثنين لما اتجوزنا ساعدنا بعض، ده جزء. وخلوا بالكم من النقطه دي، عشان النقطه دي مهمه جدا جدا نخلي بالنا منها.